تبوك خلينا نحكي عنه أكثر ونحكي يعني نخبر الناس بقصص حبرتني على الصبح إنه مطبخ تبوك شوي شبيه بالمطبخ الأردني لأنه يعتبر شمال المملكة. بالضبط شمال المملكة والأردن عندنا قريبة أصلاً. فبحيث إنه المنطقة قريبة لنا العادات والتقاليد قريبة من بعض. بالنسبة للبس يعني زي ما أنت شايفة أنا جاية بلبس أساساً. صح. منطقة أردني يعني. لا. صح. بالضبط هي منطقة أهل الشمال اسمه سدو نكشتهم. طبعا عندنا كمان طبخات في طبخات قريبه متشابهه لكن كل منطقه تطبخها بطريقتها صح زي سواء المنسف سواء المقلوب المنسف بينعمل بلبن نفس الشيء جميد ولا غير الجميد هو عندنا يسموه المريس مريس إيه هو قريب من الجميد بس اسمه ونفس الشيء بينطبخ لحم مسلوق بالضبط بس اي بالضبط لكن اهل الاردن بيطبخوه مع اللحم المرق احنا لا بدون المرق أيه. وانتوا الاردن كمان لونه اصفر في ناس ابيض انا سمعت مره من الاردنيين اللي بيطبخوا المنسف قالوا انه المنسف اصله ما بيكون الرز لونه اصفر بيكون الرز لونه ابيض بس اتوقع تغيير شوي او يمكن المودرن مطابخ المعاصره اكثر يمكن اذا حدا من الاردنيين عم يتابعنا يخبرنا عن المنسف اصوله هل ابيض او اصفر